وَمَوْتَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِيهِ أَجَامِهَا تَجْمِي مَنْ يَعْتَصِمْ بِكَ يَا خَيْرَ الْوَرَى شَرَفًا فَاللَّهُ حَافِظُهُ مِنْ كُلِّ مُنْتَقِمٍ. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى سيدنا محمد واصطفى لنا سيدنا محمد واصطفانا لسيدنا محمد، وصلى الله وسلم على القائل أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، فنعم الحظ حظنا والله، ونعم النصيب نصيبنا والله. ونسأله سبحانه أن نكون نحن نعم الحظ لهذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله منتهى مرضات الله تعالى ومرضاته. ورضي الله تعالى عن مشائخنا وأساتذتنا وأصحاب الفضل علينا وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلم، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخرة، وهو من القواعد الأساسية في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وأما عن ترجمة الراوي فقد تقدم الكلام عليه رضي الله عنه وأرضاه في الأحاديث السابقة. فيروي لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، أي دلني على ما ينفعني في ديني ودنياي وما يقربني إلى الله عز وجل. قيل أن الرجل هو سيدنا أبو الدرداء، وقيل غيره. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي المستوصي بحسب حاجته وصفته، قال لا تغضب، لأن الرجل كان غضوبا. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الوصية وصية لعامة الناس بترك الغضب. قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فقوله صلوات ربي وسلامه عليه للرجل لا تغضب لها معنيين. المعنى الأول، لا تأتي بالأشياء التي تسبب لك الغضب، بل كن على القيم التي تمنعك عن الغضب من حلم وعفو وكظم للغيظ، حتى تكون هذه القيم خلقا لك، وبالتالي لا تفكر في الغضب. وخصوصا هذا إذا كان هذا الأمر شخصيا. قال سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان الغضب لله فلا مانع أن يغضب الإنسان، لكن في حدود وفي إطار ما يعالج بالحكمة. قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المعنى الثاني، أي في قوله صلوات ربي وسلامه عليه للرجل لا تغضب، أي إذا حصل منك غضب يترتب من ورائه انتقام فجاهد نفسك على ترك ما تريد تنفيذه، فكن بعقلك
وحكمتك ورزانتك مالكا للأمر. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فردد مرارا، أي كرر الرجل طلب الوصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يريد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه وصية أبلغ وأنفع منها، فلم يزده صلوات ربي وسلامه عليه من قوله لا تغضب. وهنا إشارة أيها الأحباب إلى عظم الوصية وعموم نفعها لما فيها من جلب المصالح وذرء للمفاسد. وأما عن تعريف الغضب أيها الأحباب، فالغضب في اللغة هو ضد الرضا، وفي الاصطلاح هو ثوران دم القلب بقصد الانتقام، ثوران دم القلب بقصد الانتقام. أما الغضب عند أهل التربية والسلوك فهو من الهوى، والهوى أشد نزعة في الإنسان، وهو من نزغات الشيطان والنفس. وفي هذا المعنى يقول صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يدخله الغضب في سخط الله سبحانه وتعالى، أو يخرجه عن حق ينبغي أن يعتصم به. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ولما كان على المرء إذا اعتدي عليه فليس له أن يجزي إلا بمثل ما اعتدي به عليه، كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبعد أن أعطانا الحق سبحانه وتعالى الحق بجزاء السيئة بالسيئة، رغبنا في العفو، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لأن المرأة قد لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، لكن المسلمون فيما بينهم كما قال سبحانه: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي يقدرون الخطأ ويحملونه على أحسن المحامل، ويتراضون بالحوار وبالكلمة الطيبة وبالحكمة التي تمنع أن يكون للشيطان سبيلا. وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله أن للغضب ثلاث درجات، درجات ثلاث: التفريط والإفراط والاعتدال. التفريط: هناك من الناس من لا يغضب، أي ذهب عنه الغضب بالكلية، أو بقي له شيء قليل من الغضب. وفي هذا المعنى يقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: من استغضب ولم يغضب فهو أثام، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. الدرجة الثانية للغضب: الإفراط. هناك من الناس من يغضب بكلمة، وهناك من يغضب بإشارة، فقد أخذ الغضب مأخذه من هذا الإنسان إلى درجة أنه لا يقدر أن يتحكم في غضبه وشعوره. هذا هو النوع الثاني من الغضب، وهو الإفراط في الغضب. الدرجة الثالثة وهي الاعتدال، كالذي يغضب لكن عنده وازع ديني لا يخطئ، ولا يخرجه الغضب عن أشياء لا يحمد عقباها.
غير أن هناك أيها الأحباب سبب رئيسي عن الغضب دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. وقال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الطائف من الشيطان هو الغضب. وقال سيدنا عكرمة رضي الله عنه في قوله تعالى: وسيدا وحصورا، قال: السيد هو الذي لا يغلبه الغضب، لأنه لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فعلينا أيها الأحباب أن نستشعر أن هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الغضب فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى. تقول السيدة عائشة في الحديث الذي رواه الشيخان: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه: إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. لأن الغضب أيها الأحباب يخرج الإنسان عن حال الاعتدال والحلم، ويجعله يتكلم بالباطل ويرتكب المذموم. فكيف نستطيع أن نتخلص من هذا؟ فقد رأى صلوات ربي وسلامه عليه رجلا محمر الوجه منتفخ الأوداج وهو غضبان، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان هو الذي يهيج الغضب في الإنسان. قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك الوضوء عند الغضب، كي يعود الجسم إلى طبعه. قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ثم اعلموا أيها الأحباب أن قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، كما مر معنا في الحديث، يدلنا ويرشدنا إلى حرص واهتمام ساداتنا الصحابة على فعل أبواب الخير، وأن الغضب من الشيطان وهو مفتاح كل شر. فعلينا أن نتحلى بالقيم التي تمنعنا عن الغضب. واسمعوا هذه البشارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد: من كظم غيظا وهو يستطيع تنفيذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وروى ابن أبي الدنيا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة. فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: العافون عن الناس يدخلون الجنة. وأجمل ما يرغبنا إليه الحق سبحانه وتعالى ما قاله لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه مناجاة بين الله سبحانه وتعالى وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يعلم ما يحزنه وما يضيق به صدره، لكن عليه أن يمتثل أمرا هاما وهو التسبيح، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا إشارة أيها الأحباب إلى أن كل ما يصيبك من الابتلاء فهو من إرادة الحق سبحانه وتعالى، أن كل ما يصيبك من الابتلاء فهو من إرادة الحق سبحانه وتعالى، فعليك بمداومة ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغراق في ذكره سبحانه حتى لا تقف عندما نزل بك من الهم والحزن. وفي هذا المعنى يقول شيخنا قدس الله سره: لا تشتغل بمن يؤذيك، واشتغل بمن سلطه عليك يذهبه عنك. وفي الأخير أيها الأحباب، نختم بقصة رجل تربى في بيت النبوة، ألا وهو سيدنا زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. يحكى أنه كان جالسا فجاءه بعض من في نفسه شيء من أهل البيت النبوي الشريف، فأخذ يكيل له الكلام ما يزلزل الجبال من شدة قبحه. وسيدنا زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يرد عليه ولم ينتقم منه. فلما رآه هذا الرجل لا يرد عليه ولا يلتفت إليه، التفت إليه هو وقال له: إياك أعني. فتبسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له: وعنك أغضي. إياك عني وعنك أغضي، أي أنا لا أتأثر بما تقوله ولا أعاملك بالمثل، فأنا لارتباط بخلق محمدي. وهنا إشارة أيها الأحباب إلى أن كل إنسان ينفق ما عنده، كل إنسان ينفق ما عنده، فالعاقل من يقابل من أساء إليه بالتي هي أحسن. اللهم زين أخلاقنا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم كما أكرمتنا بهذا الحبيب فوفر لنا منه الحظ والنصيب. اللهم ملأ قلوبنا بالأنوار الاتباع لهذا الشعاع صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم ارزقنا كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وامتثالا وتعظيما وذوقا وتشويقا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم كف عنا الأسواء والبلوى. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم ارفع القحط والغلاء والوباء عنا وعن سائر بلاد المسلمين، واجعلنا في سخاء وأمان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أنت القريب لمن سألك وأجب، فاعف عنا واغفر لنا يا كريم. جاه صاحب الحوض والشفاعة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.